يقول زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فلم يبق إلا صورة اللحم والدم.